السلام عليكم محبين كلاش اوف كلانز. اليوم عنا حلقة أولى من سلسلة جديدة أو حلقة اللي تمهد لسلسلة جديدة من لعبة كلاش اوف كلانز بقناة الوان جن جن وان. كثير ناس عم بيكتبولي بالكومنتات ليش ما بتلعب كلاش اوف كلانز، عندك حساب كلاش اوف كلانز يا عمر؟ عندك بتعرف ما بتعرف؟ يا شباب، أول شغلة بقولكم عليها، قناة الوان جن جن وان فيها 1100 فيديو تقريبا. حاولوا بس ما تشوفوا الفيديوهات، بس تلقوا نظرة على البلاي ليست أو سلاسل القناة، حتلاحظوا انه نحن بكلاش اوف كلانز عاملين اكثر من 5 سلاسل مختلفة، منها مثلا السلسلة اللي اكثر شيء اكلت شعبية السنة الماضية تقريبا او اوائل السنة هاي، اللي هي سلسلة صمم مع عمر بلعبة كلاش اوف كلانز. انا عندي هاي القرية تاون هول ليفل 9، مالها فظيعة، عادية جدا، بس يعني بلعب اللعبة من فترة والتانية. بس هلا لاحظت انه الناس كثير قالوا لي العاب وليش ما عم تلعب، حبيت بمقطع وضح انه انا عندي هاللعبة من زمان، مو من جديد، مو من قديم، يعني مو من جديد بلعبها، عندي اياها من زمان. هذا واحد. اثنين، عندي مقاطع صمم مع عمر، مقاطع كل قاعدة او كل قرية الى شكل معين وخاصة بتاون هول معينة. بتحبوا بقى كملكم بمقاطع تصميم قولوا لي، بس لازم تلقوا نظرة على السلسلة، حط لكم اياها بالدسكربشن او بكارت فوق اليمين، تلقوا نظرة عليها سلسلة تصميم مع عمر. وعم نفكر نعمل شغلة كتير حلوة اللي هي بالسلسلة سلسلة حروب الكلانات. طيب شو الشي اللي حقوله؟ طبعا احنا في عنا كلان عاملينه من فترة، هو على اساس كان تابع ل الوان جي وان كلاب اللي هو نادينا او نادي الوان جن جن وان على الفيسبوك. ولكن انا قلت لحالي بما انه في عنا تفاعل شوي والناس حابة، خلينا نبلش بكلان جديد لسه غير هاد، نبلش فيه من الصفر وكلياتنا نبلش، وعنا هيك لاعبين قوايا ما شاء الله، في عنا ليفلات مقبولة يعني. بقى بركي كلياتكم بتحاولوا تنضموا، بس ما حاعمل مثل الغلطة اللي عملتها هون لما فتحت الكلان هاد. طبعا الحمد لله لحنا في عنا محبين، يعني اذا بتكتب وان جن جن وان هون، عفوا اذا بتكتب وان جن جن وان هون حتلاحظ انه في كلانات طاب يعني معمولة على اسم الوان جن جن وان، مثل هذا من زمان انا عامله وتاركه، ليك فيه 50 تقريبا، في هذا انا من زمان عامله فيه 37، يعني في لسه كلانات على اسمنا. هذا الوان جي وان كلب اللي احنا فيه هلا، اللي حساويه هو وان جي وان، او هلا حاخترعه او اعمله كرييت قدامكم. بس اذا لقيت، بس يعني ما بدي افتحه للكل واي حدا يلعب فيه ويفوت الواحد وما يلعب، بس بيهمه انه يطلب دعم وهيك اشياء، لا نعمله قوي شوي. ليش؟ لانه بدنا نصور فيه مقاطع حروب كلانات، اذا بده يكونوا ناس كلياتهم فعالين. هل انا اللي حكون مسؤول عن اداره الكلان؟ انا حكون مسؤول عن اداره الكلان بس بشكل من بعيد، يعني ما كثير، حخلي احد الناس الاقوياء او بعض الناس اللي بيثبتوا نفسهم انه هن يساعدوني بالقياده لهذا الموضوع. احد الناس اللي اثبت نفسهم بهذا الكلان هو سبايدر، بقى سبايدر حيكون اول كو ليدر بالكلان الجديد. ليفلو بيساعده، قريته بتساعده، في عنده كثير شغلات بتساعده انه هو يقود هذا الموضوع، عشان هيك حاطه انفايت اونلي، وهو اذا هو اونلاين كثير يمكن بتوقع حيشوف الطلبات طلب طلب ويحكي معكم. بس لازم انتم تحاولوا بعد ما تفوتوا تشتركوا بالنادي تبع الجروب تبع الفيسبوك، وان شاء الله اذا في تفاعل حفتح لكم نادي كلاش اوف كلانز على الفيسبوك، جروب خاص لكم. بس طبعا احنا هلا بحرب، بس الحرب خسرانين، انا ما لعبت اصلا فيها، بس كتسلي قبل ما اترك الكلان حفرجيكم معركه من المعارك اللي صارت بهالحرب. اذا صديقنا هون بلش المعركه، بحطيت هو عنده كل الهيرويات 20ات بخمسة، بلش بانه كسر السور من هون مثل ما لاحظنا، يعني انه هاي حركه كثير حلوه. وقت فوت نزل الجولم من هون وشويه ويزرد من برا، الجولم اكل كل الدمج وضل فايت دغري بس ليكسر اخر حبه هون مشان يقدر يكمل الفوته، ونزل الوحوش كلها هون مع جيش من الفالكري. والله انا على زماني، من زمان كان الفالكري مالي مطوره ولا مستعمله بحياتي، هون الفالكري شكله انه صار يستعمل. نعم صار يستعمل. المهم اكثر شيء بتشوفه بهالهجمه، طبعا بعد ما عملوا تسريع وعمل فريز هون، بتحس عظمه وقوه الهيروين هذول الاثنين مع بعض، يعني الملكه والساحر هذول مع بعض لما يمشوا كثير بتحس بيعملوا ضرر كبير، خصوصا الملكه لسه ما استعملها خاصيتها، ولما بيستعملها خاصيتها بيمشي الحال. والله ما بعرف ليش هيك خطر على بالي عزوز، تحيه لعزوز اذا كان عم يشاهدنا بكل مكان، وان شاء الله عزوز يرجع لليوتيوب صديقي عزوز ويصور معنا. اول ما يرجع اليوتيوب دغري كلياتكم جيبوه قولوا له صور مع وان جن جن وان، لانه وان جن جن وان مشتاق لك يا عزوزي. طيب بنكمل، اذا هون بنكمل هون، يا سلام
يا سلام، بس يعني واضح هلا انه المباراة او المعركة انتهت بشكل كتير اكيد، بس هل بيلحق على الوقت؟ هذا هو التحدي. 18 ثانية، والله شكله بيلحق. واو 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 واو، بآخر ثانية، بآخر ثانية، يا الله، بآخر ثانية بياخذ 3 نجوم بهالحرب من كلان ال1 جي 1. إذا بكل الأحوال هذا هو المعركة اللي حبيت أظهر لكم إياها لليوم، هي مثل لقطة عن القادم، نعم، عن الأشياء القادمة بكلاناتنا. هنعطي الليدر لهذا واحد من أصدقائنا كمان، وحنطلع من الكلان وحنعمل كلان جديد، وان جن جن وان يوتيوب. اذا وان جن جن وان يوتيوب هو كلاننا الجديد يا شباب. في شي واحد قريب من كلاننا تبع كلاش رويال؟ صعبة، اتوقع انه صعب، بس عم حاول ادور على شي ما يكون كتير موجود بكل العالم. شي شيلد مالي شايفه كتير، والله كل الشيلدات باينة شايفينها، بس حنجرب حنجرب حنجرب. والله هذا الأقرب، وهدول بيفتحوا لنا اياهم بعدين. سيف ونجن وان كلان تابع لقناة اليوتيوب ونادي الفيسبوك. الاشتراك بالحروب بهجمتين من الأساسيات بالكلان، وشكرا. ويتعدل هذا الكلام بعدين، أساسيات الحرب وشكرا. يرجى، فينا نكتب لسه كتير، فينا نكتب لسه كتير. يرجى، طبعا كيبوردي ما فيه عربي مشان هيك عم ضل اكتب وامحي. يرجى الالتزام لعدم استعمال قانون الاستبدال. يا سلام، اتوقع كلام كما كلام جميل وواضح مهذب وكل شيء، ما في اي شيء. انفايت اونلي تروفي، ما بعرف قد ايه احطه التروفي، ما لي سائل عليه انا. مو الفكره فكره تروفي، يعني فكره كفكره التزام. شو بابليك وورلوك هي؟ ما بعرف شو معناها، بس نحط انه اولويز الحرب كلان لوكيشن. يعني حطها حطها سيريا، ما بيأثر. يا ريت لو في انك تحط عربي ميدل ايست مثلا، بس ما بيحطوها. بس هي ما عرفتها، بابليك وورلوك ما عرفتها. خليها نتائج الحروب تطلع بشكل بابليك. هاي الكؤوس ما بعرف، ممكن نغير فيها بعدين، ما شرط الكلان يتعبى على الاخير، اذا فيه 10 15 بكفي، بس هو اذا انتم تفاعلتوا حيصير فيه عدد كامل وكبير. اذا هاي لمينا اموالنا، بحب انتم بتحبوا صوت الاموال، بتحبوا صوت الاموال باللعبه لما ينلم، وهي الكلان قدامكم عملته بشكل فريش. المطلوب منكم هلا، حابين تشتركوا معنا، حابين تكونوا جزء، حابين تصوروا، ما كتير تفكروا اني انا متفاعل باللعبة. انا عندي فرجيتكم هذيك المرة على الورق بالبث المباشر 26 لعبة حاليا عم بلعبهم وصور فيهم، يعني شبه مستحيل اني اقدر فوت على اللعبة اكثر من دقائق لصور، ويعني ما مو انا اللي احكي كتير، بدكم تحكوا معي احكوا معي بالكومنتات وبحاول ارد عليكم كل فترة. بس ما يعني تفكروا انه اذا فتوا على الكلان حتلاقوا عمر موجود وقاعد عم بيحكي، عنده عمر 26 لعبة مختلفة، صعب انه يلحق يعمل كل هاد. ولكن يعني نحاول شو نساوي. بدي اياكم منكم بالديسكريبشن انه تكتبوا لي كالعاده هاشتاج 1 جن جن 1 ارمي، وتحطوا لي جنبها شو حابين نعمل بسلسله كلاش اوف كلانز. حابين ما تقولوا لي انه ما بدنا كلاش اوف كلانز مثلا، لانه الالعاب الثانيه ماشيه ماشيه، يعني كلاش اوف كلانز هي زياده ما حتاثر على شيء، بس قولوا لي حابين سلسله تصميمات، حابين حرب كلانات، حابين شيء نوع من التحديات، حابين نلعب مع اي يوتيوبر ثاني. انا موافق سلفا قبل ما تقولوا لي مين اليوتيوبر. طبعا صديقي وعزيزي حبيبي عزوز كثير بحب العب
بلعب معه، بس هو هلا ما عم بيلعب، ما عم يسجل يوتيوب. اي حدا بده يسجل يوتيوب روحوا لعنده قولوا له عمر موافق انه يلعب معك سلفا. بنعمل نلعب مع اي حدا عنده قناه فوق ال 10000 مشترك، يعني ما عندنا اي مشكله، مو ما بيهمنا لا القناه تكون قد قناتنا ولا شيء. اي حدا عنده بس روحوا انتم قولوا له وخليه يحكي معي او يتواصل معي. بكل الاحوال بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع اللي هو ما له مقطع لسه عن اللعبه، هو حلقه رقم صفر فعليا، الحلقه رقم صفر من ولاش سلسلة، بس هي من إنشاء كلان. بس هي الحلقة هاي هي اللي حتأثر على كل الحركة تبع كلاش في كلانز بقناة الوان جين جين وان. انتبهوا، قد ما كانت الحلقة يمكن باردة ما فيها كتير فعاليات بس تأثيرها عالي. لا تطولوا علينا، عم نستناكم. بتمنى انه تحبوا هالفكرة، بتمنى انه تتفاعلوا معها. بشوفكم قريبا ان شاء الله ومع السلامة. بس بالمناسبة لما تروحوا، جواهر مجانية لكلاش اوف كلانز، جواهر مجانية لكلاش رويال بالديسكريبشن، اول رابطين. حملوا شوية ابليكيشنات 30 ثانية وبتحصلوا على اموال تشتروا جواهر. سلام.